موقف غير متوقع أثار اندهاش الجميع وجذب أنظارهم وجعلهم جميعا يقفون في حالة ذهول يتابعون ما تفعله السائحة التي جاءت من الخارج لتزور البتراء. وهناك قامت بأمر لم يتوقعه أحد. فما القصة؟ سائحة قامت بزيارة إلى المعلم الأردني الشهير، لكن بدلاً من أن تتجول في أروقته وتتمتع بالأجواء التاريخية ومعالم المكان المذهلة، أصبحت هي الحدث نفسه الذي جذب أنظار الحضور ولفتت الانتباه إليها بما فعلته بشكل كوميدي. فقد عاشت سائحة أجنبية تجربة مثيرة، ولكن مفاجأة خلال رحلتها إلى منطقة البتراء الأردنية، وذلك عندما قررت خوض تجربة ركوب الجمل لأول مرة في حياتها، والتي يبدو ستكون الأخيرة بعدما عاشته تلك السيدة من لحظات اضطراب كادت توقع قلبها. ففي الفيديو ظهرت السائحة وهي مليئة بالحماس قبل صعودها على ظهر الجمل، لكن سرعان ما تغيرت ملامحها بعد بدء الحركة، حيث بدت عليها علامات القلق والتوتر، حيث دفعها التوتر إلى طلب المساعدة، حيث بدأت تصرخ بشكل هستيري مما استدعى تدخل المحيطين بها لمساعدتها. المثير في الأمر أن السائحة التي بدا من حديثها أنها من جنسية عربية، أنها كانت تزداد قلقاً كلما قام الجمل بحركاته المعتادة من أجل إنزالها، حيث يقوم الجمل بثني قدميه الأماميتين في البداية، ثم يثني قدميه الخلفيتين، وهو أمر جعلها تشعر وكأنها ستسقط وتقوم بالصراخ، وتغيرت ملامح وجهها لتعبر عن حالة القلق الشديد الذي تعيشه. وعلى إثر ما يحدث تجمع الكثير من الحاضرين في المكان حول الجمل لمتابعة ما يحدث ومحاولة مساعدتها إن أمكن. وبالطبع قام أحدهم بتصوير المقطع المتداول الذي أظهر انشغال الحضور عن التجول في المكان السياحي بمتابعة ذلك الموقف الكوميدي، والذي انتهى بسلام بنزولها بدون حدوث أي مكروه. وهنا اختفى القلق من على وجهها وحل مكانه ابتسامة على وجه تلك السائحة. كذلك الحال حرص المتواجدون بالمكان على التصفيق لها وسط ابتسامة الكثير من الأشخاص من الموقف الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند على مواقع السوشيال ميديا بالأردن وبعض الدول العربية. بعض المتابعين عبروا عن تعاطفهم مع تلك السيدة التي يبدو أنها شهدت تجربة ركوب الجمل للمرة الأولى ولم تكن تدرك أن الأمر قد يجعلها تقلق، مؤكدين أن أي أحد مكانها كان على الأغلب سيشعر بالقلق والتوتر ويطلب إنزاله على الفور. فيما أكد آخرون أن ركوب الخيول والجمال ولا سيما الجمال تجربة استثنائية ممتعة تستحق جسارة كبيرة، وخصوصا أن الجمال في منطقة البتراء تكون معها حارس شخصي يراقب أفعالها. وأنت، هل تعتقد أن السائحة العربية لم يكن لها حق في أن تشعر بالقلق أم ماذا؟